الخضار والفاكهه ونتابع كده الاسواق بشكل مستمر. النهارده بقى احنا في سوق العبور، طبعا في يعني جمهور كبير جدا لسوق العبور وانا واحده منهم الحقيقه، فزميلتنا نورهان عادل موجوده هناك دلوقتي وهتطمنا بقى على اخبار الخضار واخبار الفاكهه. صباح الخير يا نورهان، اتفضلي احنا معاكي. صباح الخير أستاذة نهاد، وصباح الخير أستاذة رشا، وصباح الفل على كل مشاهدين صدى البلد في كل مكان. في بداية كل أسبوع طبعا متعودين مع بعض بناخد جولة في مختلف الأسواق نعرف فيها أسعار الخضار والفاكهة، وإحنا النهاردة في بداية شهر جديد وأسبوع جديد وفي سوق العبور. نبدأ مع بعض بأسعار الخضار. كيلو طماطم النهاردة بيتراوح من 2 ل 6 جنيه، البطاطس من 6 ل 17، البصل من 5 ل 8، الثوم من 40 ل 60 جنيه، الخيار من 4 ل 9 جنيه، الجزر من 3 ل 4 جنيه، الفلفل من 3.5 ل 6.5، فلفل الوان من 8 ل 12 جنيه، الملوخيه من 4 ل 7 جنيه، البطاطا من 6 ل 12 جنيه، اللفت من 2 ل 4 جنيه، القرنبيط من 3 ل 4 جنيه، والليمون من 14 ل 24 جنيه. اما عن اسعار الفاكهه، كيلو البرتقال النهارده بيسجل من 3 ل 4.5، اليوسفي من 6 ل 9 جنيه، عنب بناتي اصفر من 15 ل 25 جنيه، عنب احمر من 15 ل 35 جنيه، التفاح الامريكي من 60 ل 100 جنيه، الكمثرى المستورده من 75 ل 125 جنيه، الاناناس من 75 جنيه ل 80 جنيه، البرقوق السكري من 15 ل 30 جنيه، والخوخ من 18 ل 40 من 18 عفوا ل 24 جنيه. اما عن اسعار المأكولات البحريه النهارده في سوق العبور، سعر كيلو السمك البلطي بيتراوح من 1 ل 60 ل 63 جنيه، السمك المكرونه السويسي من 80 ل 120 جنيه، سمك المرجان الكيلو الواحد بيتراوح من 60 ل 90 جنيه، الجمبري النهارده للكيلو من 380 ل 480 جنيه، واخيرا النهارده سعر كيلو السمك البولي بيتراوح من 110 ل 140 جنيه. نورهان، دي كانت جولتنا النهارده. لا نورهان، استني جولتنا ايه؟ استني عاوزينك يا نورهان. نورهان انت عندك طبله يا نورهان ولا بيعملوا ايه؟ بيعملوا ايه في سوق العبور؟ انت قلتي لي الثوم بكام يا نورهان؟ تاني رجعي لي كده للثوم. سعر الثوم كام؟ سعر كيلو الثوم النهارده بيتراوح من 40 ل 60 جنيه. اه غالي برضو. طب والبصل كام يا نورهان؟ عندك البصل؟ البصل من 5 ل 8 جنيه. اه البصل نزل. البصل نزل بس لكن الثوم لسه عالي. من 2 جنيه ل 6 جنيه. من 2 جنيه ل 6 جنيه ده على حسب ايه يعني؟ شكل الطماطميه وروحها. الطماطم لا، الطماطم الطماطم هي اللي من 2 ل 6 جنيه. ايوه ما انا البصل من 5 ل 8 جنيه، والثوم من 40 ل 60 جنيه. لا هو الثوم هو اللي غالي. الثوم لسه غالي قوي. الثوم غالي قوي. المفروض ان ده موسم الثوم والناس كلها بتبتدي تجيب الثوم وتخزنها. الثوم غالي جدا. لا في كمان حاجه يا نورهان، انا بالنسبه لي العنب، لان انا كنت ابتديت اقرا ان العنب وصل ل 60 جنيه، ناس كانت بتتكلم. دلوقتي العنب وصل عندك لكام؟ العنب البنازل اصفر من 15 ل 25 والاحمر من 15 ل 35 جنيه. طب كويس نزل يعني. ولا خلينا نقول ان الفاكهه برضو بتكون اللي لسه طالعه جديده والموسم بتاعها جديد بتكون اسعارها غاليه يا نورهان. طمنتينا كده من التجار عندك ان الاسعار هتنزل الفتره الجايه ولا هتفضل كده؟ يعني الخوخ والمشمش والبرقوق، الحاجات اللي هي السيزون الصيفي اللي بتطلع فتره الصيف بس، اول ما بتنزل بتكون سعرها غالي. على كلام التجار هو كل التجار بيقولوا ان السوق عرض وطلب، فالاسعار كل يوم بتختلف طبعا. تمام، يعني بنشكرك جدا زميلتنا نورهان عادل من سوق العبور، طمنتنا على اسعار الخضار وعلى اسعار الفاكهه، وبيتهيألي الاسعار يعني الى حد ما كويسه، وبنتمنى اكيد يكون في نزول الاسعار، ولكن اسعار سوق العبور دايما يا رشا بتكون مميزه وبتكون اقل من الاسواق اللي بره. يمكن كنت لسه بقول لك، لا انا التفاح الامريكي بتقول لك بيتراوح لحد 60 جنيه. لا بس انا عايز اقول لك على حاجه، يعني من 60 ل 100 جنيه. انا 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 مثلا يعني انا ساكنه في حته مش هقدر اروح سوق العبور، هو اللي بيروح سوق العبور التجار، فانت الرقم بيجي لك مش تجار بس، في ناس بتنزل كده كل اسبوع تجيب حاجتها من سوق العبور. صحيح. انا شايفه ان هي فكره مجزيه. طيب. احنا